السلام عليكم. قل من 18 سنة ممنوع لهم يشاهدوا هذا الفيديو. وتحياتي للأخوان المراسلين ديالنا ديال النميمة نيوز من لندن، ونتمنوا بأنهم تصلوا بالشهرية ديالهم من عند المروكي. و كما القاعدة اكشتوا الطربوش، إلا بغيتو تعرفوا معلومات عليه ها الويب سايت ديالو pplxd.com، فهمتي؟ ها هو لي اوبسايد هاوس اوبسايد داون ميوزيك، فهمتي؟ وهدا ممنوع التدخين والخمر والجنس، اصلح ليكم. قال لي الباحث واحد مخرج كاميو هز فيه عريس غرزة، ايوا مزيان يديرو كاميوات بحال ديال كندا. حافظوا على نظافة مدينتكم إخوان، كيما قلنا لكم خصت لي واحد الفيديو ديال شي واحد مضرق وجهو و تيدي يتكلم عليا، قال لك انا بانني انايا عندي القراعي خاوين هنايا، القراعي خاوين قال لك. قال لهم بان هذا، وقال لهم هذا عنده الزهايمر. الله يا اخي، مين انت يا عن بدي دير هاد القناه؟ وبدات انا مزيان تكلم عليا مزيان، قال لك باد بابليسيتي از جود بابليسيتي، فهمتي؟ مزيان نتشهر، اللهم انت تشهرني احسن من ندير انا الفيديوهات، فهمتي؟ اما باش تقول لعباد الله الناس تيشاهدوا داك القناه ديالك تكذب، ما مزيانش تكذب. هاد القراعي كلهم عامرين، ما كاينش الخاوي هنايا، الخاوي تنبيعو المول قراعي البيع، فلهذا ما تكذبش عليهم، الكذوب ما مزيانش، وما تقولش بانني في الزهايمر. تا واحد مازال منين يقول لي الطبيب فيا الزهايمر غادي نقول لك في البروكولي ها والخروب، فهمتي؟ الى حد اذا ما تقولش تهمني تقول لي انا في الزهايمر، فلهذا بيتكلم عليا تكلم، ما عندي غرض، شبع فيا سبان. وقول لهم ان الخمر حرام، وقول لهم وما قلتليش بان الكذب حرام، ها تكذب على الناس، تقول لهم هذا عندي قراعي خاوين، زعما كي نتايا غادي مدرك وجهك، بين وجهك باش نعرفوك، ها اه زعما كي راك ما تتشربش تقول جديد على الشراب. معنيا خوتي المغاربه، نتكلم واحد الاخ من من ديك الدولة، هاديك الدولة ديال زوربا لو كريك، اليونان، اليونان الله يهديك لاكريس، بغا يتكلم على الشرب. يا خويا ما عنديش الشرب ديال لاكريس، عندي جوج قراعي ديال الله هادو تنستعملهم، عندي هادي ها هي معروفة، بغيت نشوف واش خاوية، خاوية، ميتاكسا، هذا بحال قلتي ليكيفالون ديال الكونياك اللي عند باري فرونسي. وهذه ديال الكريس، هذا سي لي كيف البراندي، ها هو ميتاكسا معروف عندهم، هذا عند فهمتي، ها هو هذا ميتاكسا، وعندهم الخمر معروف عندهم الخمر فهمتي، وعندهم هذا اوزو، ها هو انت تشوف هاي كتبة كريكية، ها هو هذا اوزو، هذا سيدي بغينا نشوفو واش القراعة عامرة. يقول لك الصندوقه خاويه، هو على ما قال لهم هذاك، قال لهم ندور به بقراعي خاوي، يقول لهم هذا وهذا، هو اسيدي قال لهم انا حمق مزيان،
والناس قالوا بان ترامب راه حمق، ولكن راه حاكم على دوله قداش. هذا خويا ها هي انشد بيدي، ها شتي هذا اوزو بحال قلتي ريكار، ولكن هذا بيض يتخلط مع الماء ولا كلاص زوين، ولكن ها هي هادشي اللي عندي ديال لاكريس، ما عنديش قرعه على جوج ديال الروج، فهمتي هادشي اللي معروف عند الكريك. كاين شي حاجه اخرى معروفه اللي ما عرفهاش انا، فهمتي يعني ما خصش تعرف كلشي. بحال دابا هادي اللي عمل اليوتيوب عليا، عمل الفيديو اللي برد اليوتيوب عليا، قال لي بانني انا احمق لا ماش، قال لهم هذا بغى يدخل فيه داكشي ديال الاسلام زعما كاين راه هو، ولكن دير ماسك انه خايف مني. وما عليناش هذاك من هذا الموضوع كملناه. ايوا سيدي قال لك سيدي، قال لك سيدي بلي نحلو هذا. ايوا انت هادي يا خاوي، هاي شتي هاي ديري ثاني انت يا خاوي، ها انت ها راه ما خاويش ها انت شوف هاي انت يا عامر ها. ايوا دابا بغيت تقابلني انا ثاني نقابلك. ايوا هذا ايوا دابا كم اش نقول له؟ قال لك المروكي عاود الكراك ما تكذبش على الناس. دابا قال لك الملك عفوا كي ما عفاش على صاحب الريف مام، وان مني قلت لكم النقيب زيان يعفو عليه على الضريبه، من مش الضريبه الخطيه اللي حكموا عليه. بحال دابا اليوم قالوا لنا بان عفا على الناس اللي خارجين، بحال قلت نقولوا عندنا المطرش عرفت شكون اللي خارجين من الحبس تلقينو مع على صراح لسراح باش قال لهم، قال بالعربي هادوك سيدي هادوك قال لكم بالنصابه تيحط واحد البوند دي واحد البين موني وتيكون تي تسنى في الحكم، وهذاك تي مع المفتش تيشرو تيشرو يحطوا لهم سميتهم في اللائحه ديال العفو. والماك بدا الماك غير يساني ما الماك تيبقى يتسالى، قلت لكم ديك المره. دونك هادوك اللي على صراح ولا على سراح باش هادوك هادوك ما خصهمش يتعفاو، ما تبقاش تعفي عليهم، لان هادوك الكتاريه نصابه ديال المافيا ديال العقار ديال هادشي اللي تيخون فلوس الدوله، هادو كلهم مال ولا شي واحد يقول البرلمانيين علاش تعفو عليهم؟ هاك ما تعفوش عليهم، ما خصهمش يتعفو عليهم، عباد الله عفو على صحاب الريف، حيد لنا ريافها من الطريق باش كنا غاديين لبلجيكا نمشيو ديريكت بلا ما نبقاو واحدين تما ديك الريف. وعطيهم الكيف ديالهم، الكيف عطيه ليهم، الكيف ديالو عطيه ليهم اسيدي. واليوم واحد ديليغاسيون بارلمونتير ديال انكازا مشاو لكندا باش يشوفوا كيفاش حدا كندا، ولا يبيعوا لك اسمو المخدرات، ومشاو تيشوفوا المزرعه كيفاش داكشي باش تما يبيعوا هذا. وواحد بارلمونتير كان مينيستر دلا سونتي في الكوفيرنمون ديال الكواليشن شرا قرعه ديال هذا باش تعاونو في النعاس، فهمتي. دابا حنا داك الكيف خصنا نحل نديرو ليه حل، دابا شكون اللي تربح فيه؟ الجدرميه وداك التوفيق وزير الاوقاف وداك اسمو هذاك اسمو هذاك اسمو اسمو داك القصير هذاك ديال الاصاله والتصاله والمعاصره اسمو عياس الياس الياس هذاك ما تيتراه والريافه مساكن راه في السجن. فلهذا هاد العفو اللي قالو الملك دير ماشي لا عفيتي على النساء بولاد الملك مزيانه، شي واحد مريض فيه الكانسير مزيانه فهمتي، شي واحد نجح وهذا مزيان هادو بها، وكاين تعفي عليا على دوك الارهابيين. هادوك الارهابيين ما خصهمش تعفو عليهم، هادوك لا باش واحد يدير لك بومبا قداش فاكين يفرقعك وتقول لي العفو، لانهم تيتشراو ولا تيتشراو هادوك اللي في وزارة الداخل ماشي الداخلية ديال العدل ومع داك اسمو داك البانو ديال الإعفاء تيبيعو ويشريو في البلايص فهمتي. ايوا هادشي مامزيانش هادشي، وهاديك ديال حقوق النساء هاديك اللي داروها جديدة ديك المرا هاديك ما في دا والو مسكينة، انتي عطاها داك المنصب اللي كان شي ماد دوزات المرا هاداك، وداك ولا خرا سمو هاداك المنفوخ الرميد
فين هو الحق؟ بالك عندنا العدالة مزيانة في المغرب، اش من عدالة؟ خلينا من البخ الله يرحم باك، اصي شوف لي الناس اللي تنصبوا على الأراضي، خلص الناس اللي قلتوا لهم اتخذوا اللوتروت، واش عباد الله إيمين تانوت ما فيها لا سبيطار لا والو، ولا إيمين تانوت ويلي راه قريبة لينا السعيدات مدي، اه إيوا إيمين تانوت عبي خصو ما فيها لا مستشفى لا والو، شي حشومة عليكم، جات بين أكادير واسمو ومراكش. هادو من تمشي عندهم تما تيديرو ديك الدرهم تيدير ليه طاف، إذا خرج جات تصبرت الملك تدوك لمراكش، جات تصبر أخويا تدوك لأكادير، أنت وزهرك، إيه ومن تمشي للصبرات ما تيلوحوك، إلا ما عندكش باش ترجع تبقى تما تطلب باش يرجعوك لبلادك، أنت إيوا ما دار لهم سبيطار في إيمين تانون، يا كذا 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 كسمو درب البرداوي ولا البرداوي ولا داك الكواري، ها هو كواري ها هو ممثل ها هو. أزوي ياك من إيمين تانو باه من إيمين تانو نوض يدير شي حاجة شي جمعية ولا شي مدين لا لا سقطها في الجيراسيون وفي الإذاعة باش تضرب فلوس أه بدربالة ياك بدربالة قالك أنا حنا من السعيدات أنا جدة من السعيدات با تزاد في السعيدات نقول لكم تزاد في السعيدات وهربوا من السعيدات لأن باهم قتل واحد قال لي فقير يهودي ضربوا قتلوا وخشوا في المطمورة وهي خافت وجات جات الضرب الى عند خال عند خوها خوها عند خالي خال جد خال با خو جدة كان ساكن في درب غلف وجات هي تبعتهم وجات هي باش هذيك الهجرة ديال الوالد جا هو وخوتو هو كان صغير اختهم نقول لك انا التاريخ انا التاريخ اما باش تقول العفو ولا ما عفو شنو واحد قال لي الله يعفو عليك يا والله يعفو عليا انا بلا واخا انا تجي معايا لان انا ماني نصاب ماني والو فهمتي تجي معايا ولكن باش تعفي على واحد قال لك خارج ما كاينش في الحبس وتعفي عليه عفي على زيان ما يخلصش ديك الخطيه 600 مليون ولا شحال حاكم عليه خطيه اش دار الناس بداك الياس ها شتي تنشوف عباد الله بحال دوك الشفار على البرلمانتيريان ولا العساكريين فواحد القاعة تيتصورو تيشوفو في الملك تيخطب إوا شنو هذا أنا نقول لك أحبيب أنا نقول لك واحد قال لي عياش واش من عياش خلي من ديك بسالة خلينا ونتي أنا قلنا لكم داك الموضوع داك الموضوع هذاك ديال الملك بعدو عليا عطيو الاخوان ديال امريكا وديال المانيا هذوك هما لي سي سبيسياليست والطليان هذه هي المهمه ديالهم انايا الحكومه الموظفون السامون واش عباد الله هاد البرلمانيين وهاد المود يخدموا عيالاتهم وعيالاتهم ما ما يمشيوش يخدموا في قال لي واحد ما نقولش لهم هواش نقول لهم حباش 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 الله ما حباش ولا هبش ولا حباش وباش ما تخافش بحال هكا بالعربي تعرف القحب ما تيخدموش وتيتخلصوا صافي هذه الترجمه ديالها قد تقول لي قول لهم هذا وحباش ولا شي بحال بحال انا ما عارفش هذوك الناس خدامين وتيتخلصوا بحال هكا مزوار كان نسق مرته في شي بانكه جا شي واحد جديد باقي له هو ماشي من هذا وقال لي ما نقدرش نستر على مرتك اما تجي تخدم لك شي بحال ايوا دابا راه كاين بزاف هادو بزاف ديال البرلمانيين والوزارات جعانين ما قداهمش المنصب ديال الوظيفه ديالهم هو اللي بحال هكا المعلم ولا استاذ ولا شي حاجه وزيد عليها ديال البرلماني وديال الوزير ومازال متسق لك مرتو في شي اداره ما تخدمش وحال البوتيك في المعارف تتبع الصبابط ولا تبيع السيكان ايوا ايوا شتي ايوا هذا واش غادي نتكلموا اما خلي داك الملك خليه يتشمش بداك اليوك ديالو حنا نشوفو هادو هاد القعاب هادو نتي انا نقولك من هنا ياس اه لا نتي انا نقولك بحاكا انا حنا قلنالك ما معنى ولاد القحاب ولاد القحاب هما الناس اللي تيخونو فلوس الدولة اني بادي ستيل فروم بابليك فاند از ا سان اوف ا بيتش هاي ترجمناها لكم ايوا فلهذا يا أخي المغربي
واش نقول لها؟ ماني ما نقول انايا. هادشي غنتكلمو عليه، منطولش عليكم بزاف. فلهذا تكلمنا على هذا. قال لي واحد تكلم لي على اسبانيا، قال لي جي عندي اسبانيا. واسبانيا اخويا منين نجي عندك؟ نجي تا هوندا بالغوت. واه فلان، واه فينك حبيبي، فينك باش نجي عندك؟ اجي يا هذاك المراكي مشو اسبانيا. قال لي والله ما اسبانيا ولا المغرب. قال لي ما قال لي ما باش نمشي المغرب، خاف خايف من ديك خالو تلصق ليه بنتها. وزيدون قال لك ما فيه ما فيه مين بالدار مع الديوانه تما مدي. ايوا هو قال لك ما باش نمشي. قلت يلا نمشي، راه وجدنا لك شي باش نمشيو زعما كاين. لا قال لك نريحو هنايا، عندنا داك الحولي، حولي حلوف نعيدو به ونبقاو هنايا. قال لك ما نمشيو، لا لا قال لك تحيد الصيف ويمشيو الحجاج ويجيو، ولا جاو ولا مشاو ما نعرف، كل شيء داك الشيء حيد. عاد حنا ديك الساعه الدنيا تكون خاويه، وعاد نمشيو للمغرب. الا ما خشاو الديوانه كلهم في الحبس، لان خشاو فيهم شو ما يخشوش في الحبس، تيبدلوا لهم المنصب. ايوا هذا تصدى عليا هذا. ايوا واش نقول لك حبيبي، دابا والو الدوله هذا ماك بك يعفو على عباد الله وما تعرفهمش. اجي عفو علينا، جيب لينا صاحبي عفو على الهالو هالو ديال الريف، حيدو منهم من الطريق وزاكوره وجرادة وداك بو 20 و 40 ضرب عليه بجوج 40 والمهداوي، وحيد ديك الغرامة الأستاذ النقيب زيان، حيد لي الغرامة. عرفت أنا ماشي بالحبس، ولكن حيد لي الغرامة. دابا كاين لي تيحفو عليهم تيحيد لهم تيحيد لهم الركود، فهمتي؟ كيدوك يقولوك على برا، هادوك ماشي عفاه، راه خارجين من الحبس وكشي، وتيحيد عليهم من الدوزي. ملي تمشي للدوزي داك السجل العدلي ولا داك فيش دونتروبرومتريك، ما تلقاش سميتهم بحال عمرو ما دار والو. كيما دار هذاك الترام ملي ترشح على من عفا على نسيبو، بات راجل بنته كوشنا عفا عليه، وكلينتون عفا على داك هيرست، ديك الدريه اللي كانت دارت لها في الخوا ومشات مع ديك واحد جمعية ديال التيرويست اللي حاميو على بورتوريكو لا كوستاريكا. بورتوريكو تا هاديك عفا عليها، وكاين با غاني. ولكن كلينتون ملي غادي يخرج من الحكم عفا عليها. ملي تيعفو عليهم الدوسي تيبقى فيه والو، بحال عمرها ما دارت شي حاجة. هذا العفو هادوك اللي كاع على برا تيحيدو لهم الدوسي، تمشي للكوميسيري ما تبقاش تسمية، السجل العادي ما تبقاش تسمية. شتي وانت مراكش شادينك على كميه، تتبقى عليك في الدوسي طول حياتك حتى نهار تموت. ونهار تموت نهار تموت خصك تخلص 500 درهم باش يلحوك في الحفره، وعاد تخلص بها شحال من شي 1000 ولا 2000 درهم باش تهزك ديك الفاكونيت اللي عامره دم ديك الغويله. نقول لك انايا علاش ما يعفوش علينا حنا الملك من الضرائب ديال الخمر؟ هذا هو العفو اللي نطلبوا من عند الملك، العفو علينا من الضرائب، ما بقاش نخلصوا الضرائب، ما بقاش هذا. هذه هو العفو اللي دار الملك. والله العظيم هذه تكون علم داك الاتشيفمنت ديالو، تبقى لي في التاريخ. الملك يعفو على السكيريه من الضرائب، عرفتي؟ وخلي داك المراكب شي تاني دير ليه فيديو قول له حمق وندور بيه القراعي خاوين. يا سيد شوف شوف خليه خليه، غنبقى يطلع ليا الطونسيون وغيبقى نخربق مدي. لاس اور بليز. لا فين هو هذاك المغربي؟ فين هو هذاك المغربي اللي عملني في اليوتيوب ولا مرات في الفيسبوك ولا ماشي؟ خليني نصفر عليه. شافني نفسك الدعيه قال له باقي على شي كامبو. الله يدي الله يدي الله يدي، خليك نضرب عيد ناقوس. يمكن عندك على شي بشريط اكون دايز يسمعني، بلاتي ندوز ندير ليه الناقوس. قال لهم الكيزار خاوين. الله اخوان شكرا، الى غدا نتسنى لكم المراسلين ديالي في انحاء العالم باش يكتبوني
ويعطيوني تحياتي لك داك سامي بوي اللي فيختو من النعاس البارح، وداك خونا ديال نضيف ديال ستيت تا هو مسكين اللي كانوا لهم الصفريوي كان لهم الارض ديالهم شتيها ما هما دي فيكتيم ديال النصب على العقار على الاملاك على الاملاك هو تيعرف مين اللي كتعاود ليا مسكين. ونزيدك ونزيدك الاخ تحيه داك الاخ هشام خصنا نتسناو عاود ثاني ثاني عطينا شي بومبا نتسناو فيه وقيلا يمتى تيخطبوها الجمعه ولا السبت. ايوا داك الهضره تا هو نهار السبت وقيلا يعاود يخطب نتصنتو لهم تا هما وبلق زيد راه واش رجع ولا ما رجعش عاود ثاني تيقول لك يرجع ما يرجعش كي هو مسخوط هكا تيمشي يسكر وتيتلف وتيبقاش خصو يجي عندي هنايا ويبدا يعمل برودكاست من عندي هنايا فهمتي. راه المره كيترجم عليه فهمتي يجي لك هنايا ويبدا يتكلم لهم هنايا احسن له. الاخوان تصبحوا على خير انا خليه ورك وعاود لك الرك سبسكرايب ابوني شير بارتاجي كليك لاك وتصبحوا على Love you, boys.